عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج من الداخل من الميادين. معكم زينب صفار. منذ اندلاع ثورات ما سمي الربيع العربي عام 2011، كانت فرنسا أحد البلدان الأكثر تدخلا في تطورات الأحداث في الشرق الأوسط بنظر المراقبين، إذ إنه عام 2011 قادت باريس مع لندن الحملة في ليبيا، وفي عام 2013 كانت فرنسا مستعدة لتنفيذ ضربات جوية في سوريا بعدما زعم استخدام الحكومات للأسلحة الكيميائية. وأيضا انفردت فرنسا باعتمادها أصعب موقف خلال المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران. ولعل الإدارة الفرنسية السابقة برئاسة فرانسوا أولاند تبنت مقاربة على الأسد أن يرحل، التي تطورت بعد هجمات باريس عام 2015 إلى وجهة نظر لا الأسد ولا الدولة الإسلامية بين مزدوجين، وشلت على نحو فعال دور فرنسا في سوريا. أما اليوم فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينتقد تدخل 2011 في ليبيا الذي خلق الفوضى وأسقط الدولة. وفي مقابلة أجراها أخيرا مع الصحافة الأوروبية، أوضح ماكرون تحولا رئيسيا أطلق عليه كلمة التحديث، أي الأبديت، حول الأزمة السورية، قائلا فرنسا تتخلى رسميا عن مقاربة على الأسد أن يرحل كشرط مسبق لمحادثات السلام. التصريح الذي مثل بحسب المتابعين منعطفا في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المنطقة. للإضاءة أكثر على الموقف الفرنسي بين الأمس واليوم في سوريا والتغطية الإعلامية الغربية لتطورات الأحداث الميدانية والحقائق المشوهة وأين الصدقية والمهنية، يطيب لنا أن نستقبل من سان دينيس في فرنسا الخبيرة في الجيوسياسة والعلاقات الدولية برونو جيج. سيد جيج، أهلا بك في الميادين وفي برنامج من الداخل. بونجور، يعطيك العافية. طيب يومكم. في الواقع يمكن وصف هذا التغيير الفرنسي تجاه الرئيس الأسد بأنه منعطف، إلى حد أنه يعني أن باريس تتخلى عن الهدف النهائي لتغيير النظام في دمشق. كيف قرأت هذا الموقف برونو؟ أظن أن الموقف الفرنسي في صلبه لم يتغير فعليا، لربما تغير الشكل الناحية الخارجية، وإنما في المضمون أن هذا الموقف الفرنسي لم يتغير، فهو ما زال على حاله. ولكن أظن بأن السيد ماكرون بعد أن قال أنه في الواقع ما عدا رحيل الأسد شرطا مسبقا، فقد تم تلقيه بطريقة إيجابية من الطرف السوري، وفي الواقع إن هذا لربما تم اعتباره بأنه دعم من فرنسا باتجاه المعارضة أو حتى نوع من الانفتاح باتجاه المعارضة. ولكن لابد من أخذ بعين الاعتبار أمران، استمرارية السياسة الفرنسية وإنما أيضا مراعاة الواقع. فالفرنسيون والقادة الفرنسيون حاليا يقولون بأن سوريا عادت لتستعيد سيطرتها على المواقع التي خسرتها منذ عام 2011، وبالتالي تستعيد نفوذها الاستراتيجي أيضا. ولكن أنت برونو كخبير في الجيوسياسة، كقارئ، كمتابع، يعني هناك تغير في الموقف الفرنسي اليوم، كيف قرأت هذا الموقف؟ أين تضعه؟ في أي خانة اليوم؟ نعم أنت تقول أن الشكل، ولكن الصلب السياسة الفرنسية لم تتغير، ولكن هذا موقف من رأس الدولة الفرنسية. نعم، لكن رئيس الجمهورية الفرنسية قال أيضا بأنه يدعم المعارضة في فرنسا، وفي الوقت ذاته لم يتم اعتباره أنه يقدم الدعم للرئيس الأسد، وهذا لا يبين بأنه يعطي هذه الشرعية للنظام السوري. ولكن لا يمكن أن ننكر بأن ثمة شرعية أو ثمة نظام قائم في سوريا، وبالتالي هذه الشرعية لا يمكن أن
ننكرها. فثمة مثلا مواطنون فرنسيون قد يرسلون الأموال إلى عائلاتهم في مناطق سوريا تخضع ربما لحصار من قبل الفرنسيين، ولكن هذا لا يعني بأننا لا نرى بأن المعارضة الفرنسية ليست متناقضة، ليس من انفصام في الشخصية، وهذا لا يعني بأن السلطة الفرنسية تقوم بإنكار هذه الشرعية على النظام السوري، نظام الأسد. نعم برونو، قد يمهد نهج الرئيس الفرنسي ماكرون الطريق لمزيد من التقارب بين باريس وموسكو، لا سيما بعد لقاء متابعة بين وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الروسي في العاصمة الروسية الذي جاء عقب زيارة الرئيس بوتين قصر فيرساي في أيار مايو المنصرم، وقد وصفت الأجواء بالبناءة بحسب الصحافة الفرنسية. كيف تصف هذا النهج اليوم؟ أقول إن أي مناقشات بين الفرنسيين والروس هي إيجابية، فهي تذهب في اتجاه بأنها تساهم في حلحلة الوضع الذي وهذه القبضة على سوريا التي تدوم من فترة طويلة، وهذا الأمر يساعد أيضا في تطوير الموقف الأوروبي. وفي الواقع إن روسيا هي التي كانت تسيطر، فهي وهذا يعني بأننا كان علينا أن ندافع دائما عن حقوق الإنسان إلى ما هنالك، وعلى طول وعلى امتداد المناقشات والمحادثات. أظن بأن هذه المناقشات التي حدثت مؤخرا لم تتخطى هذه العتبة المعدودة. بمجرد أن تقوم فرنسا بالاعتراف بشرعية رئيس النظام السوري وبرفع الحصار على النظام السوري وبالاعتراف بالكامل بالمعارضة السورية، فحينها يمكن أن نقول بأنها غيرت سياستها. ولكن ربما يمكن أن نتحدث هنا عن تغير بسيط تجاه هذا الواقع في سوريا. وكيف سيتجلى ذلك برونو؟ هل هو افتتاح بإعادة فتح أو إرسال البعثة الدبلوماسية الفرنسية إلى العاصمة السورية دمشق؟ نعم هذا ممكن، قد يحدث مثلا تقارب بين البعثتين الفرنسية والسورية ربما في أماكن أخرى، حتى لإظهار أن التواصل قد أعيد، وحتى العودة من خلال وجود هذه البعثة في دمشق، وهذا يبين أيضا ثمة خطوة كبيرة. ولكن هذا لا يعني بأن إعادة فتح العلاقات الدولية بين فرنسا وسوريا هو أمر مستبعد ومستحيل. برونو، ما هي الأرباح وما هي المكاسب التي يتوقعها ماكرون من هذا التحديث في السياسة، وكيف تتناسب روسيا مع الصورة؟ في الواقع أظن أن المعارضة الفرنسية سوف تكسب وستتمكن من التقرب من المعارضة الروسية، وذلك من خلال المواقف الفرنسية، وقد كان ذلك ظاهرا منذ أيام الجنرال دوغول. وفي الواقع خلال عهد ساركوزي إن الدبلوماسية الفرنسية أدت إلى تداعيات سلبية جدا في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بسوريا. ولا شك في أن الدبلوماسية الفرنسية يجب أن تستعيد استقلال وأن تعيد إحلال هذه الاستقلالية، ولتتمكن سوريا من استعادة سيادتها. ولا شك في أن ذلك أيضا هو عبء كبير على الرئيس الفرنسي أن يتحمله. وأيضا نعرف بوجود المواقف الإسرائيلية والأمريكية، وفي مقابل ذلك نرى بأن ذلك صعب جدا بالنسبة للفرنسيين، وهو خطوة كبيرة جدا. أين تتقاطع الأمور بين روسيا وفرنسا فيما يخص المنطقة العربية الشرق الأوسط؟
La perspective russe et la إن perspective المنظور française sont très différentes sur الروسي la région والمنظور et les الفرنسي pensées russes ne sont pas مختلفان situées فيما au يتعلق même endroit sur بالمنطقة، la carte. فهما Mais je pense ليسا que في la Russie et la المقاعدات Chine sont على deux pays الخارطة، qui ont ولكنهما intérêt à ce que بلدان la stabilité كبيران soit ويهمهما réinstaurée au Moyen-Orient et à إعادة ce que les إحلال États الاستقرار في الشرق souverains de الأوسط cette région du monde puissent وإعادة السيادة restaurer لهذه pleinement leur المنطقة souveraineté et en toute indépendance nouer les وهذه relations avec المناطق qui le بحيث souhaitent. تتمكن هذه الأخيرة من Le rôle إعادة historique de la France, la سيادتها، mission ونحن historique de la نعرف France, بأن الدور c'était le التاريخي dialogue avec والمهام l'Europe التاريخية et au sein du لفرنسا mandat هي d'un إحلال هذا État souverain et التواصل والحوار respecté. في Or, c'est tout le contraire العالم qui a été fait العربي depuis la présidence Sarkozy لكن ليس et هذا ما Monsieur حصل Macron, pour منذ l'instant, n'a pas encore, عهد me ساركوزي semble-t-il, inversé la tendance. الرئيس du ماكرون côté حتى russe, il y a الآن toujours لم la يغير Russie هذه intérêt à هذا avoir des الاتجاه، partenaires ولكن chinois dans la للرئيس région. ماكرون منفعة Et في il y a أن des يقوم partenaires finlandais que بالحصول les على États souverains, شركاء les États qui ne موثوقين sont pas, من أجل comme الوصول c'est le إلى cas aujourd'hui, دولة comme en Syrie, en proie à l'ingérence سيدة. étrangère فكما تعلمون في et سوريا هنالك الكثير من التدخل terrorisme international. الدولي والأجنبي والإرهاب الدولي. بطبيعة الحال سيد برونو جيك، اسمح لنا بالتوقف مع فاصل قصير، وبعد الفاصل سنناقش موضوع المقاربة الإعلامية الغربية وكيف كانت مدى صدقية هذه المقاربة والحقائق المشوهة على الأرض. إذن فاصل قصير ونعود، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم في الميادين وإلى برنامج من الداخل مع ضيفي الخبير في الجيوسياسة والعلاقات الدولية برونو جيك من سان دينيس في فرنسا. أهلا بك برونو من جديد. برونو، اليوم مع انعقاد قمة العشرين في هامبورغ ألمانيا، بغياب الملك السعودي تفاديا لإحراجات غربية بالأزمة القطرية من جهة، ولقاء قمة روسية أمريكية هو الأول بين الرئيسين بوتين وترامب، البعض أشار إلى أن هذه القمة قد تمثل نهاية قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للعالم، ولكن ماذا بعد ذلك؟ وأين فرنسا من الأمر؟ Oui, mais il est évident que la Syrie من الواضح est أن سوريا devenue قد le cimetière أصبحت des ambitions impérialistes. مقبرة الطموحات الإمبريالية، فالعالم يتأرجح ويتأرجح نحو الشرق. الآن لدينا هذه المنظمة التعاون في شنغهاي، وهي منظمة هي التي تشهد تطورا وتقدما كبيرا، وإن حصة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا القسم من العالم تتراجع. وفي الواقع يبدو أن مشروع هذه القمة يرتكز بشكل أساسي على إعادة تنظيم هذه الحصص، ولا شك في أن هنالك إعلانات كثيرة وتثير البلبلة، ولربما سيؤدي ذلك إلى الكثير من التنازلات في المستقبل وفي الأيام المقبلة، وهذا يدفعنا إلى توقع مع رئيس بوتين إلى السماع بتنازلات كثيرة من قبل الأمريكيين فيما يتعلق بسوريا. وأين فرنسا من كل هذا؟ Alors, la France, bah, malheureusement, elle est à la remorque des États-Unis. Paris n'a فرنسا aucune autonomie par rapport à Washington. تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، فليس لديها أي استقلالية مقابل واشنطن. فنحن نعلم بأنه مضى حوالي 10 سنوات أو عقد من الزمن وهي لا تتمتع بأي استقلالية تجاه هذا الوضع، فهي لا تأخذ مسافة من المواقف الأمريكية. فنحن نستمر ب خدمة هذا الدور، الدور الذي يلعب الدور الحلول محل هذه السلطات، ولكن هذا الأمر لم يكن مقبولا ولا ممكنا في أيام الرئيس ميتيران. وهذا الرئيس ماكرون هو الذي لربما نتوقع منه أن يؤمن لنا هذا التحرر مقابل السلطة أو النفوذ الأمريكي، ولكن أنا شخصيا أشك في ذلك، بأن تمكن بإحلال هذه السيادة الفرنسية تجاه هذه السيطرة الأمريكية، ولكن نأمل بأننا سوف نتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة وأن نتناقش من الند إلى الند مع شركاء.
حسنا، بالحديث برونو عن استشراف التطورات الحاصلة في سوريا عام 2011 من خلال مصدر موثوق به، تحدثت عن الإعلام الموجه في الغرب. كيف كنتم كباحثين ومتابعين وخبراء تستقون حقيقة ما يجري على الأرض الذي عادة ما يكون مخالفا لما ينقل في الإعلام الغربي سواء الرسمي أو الخاص؟ نعم، هذا صحيح. إن الصحافة أو الإعلام الغربي يقدم رواية أقرب إلى ضروب من الخيال فيما يتعلق بما يحصل في سوريا، فكما أنا كما لو كان هؤلاء الأشخاص الذين هم من المعارضة أو الذين هم من المجموعات المتمردة هم يطالبون بالديمقراطية ضد نظام جائر، ولكن نحن نعلم بأن النظام السوري يدعمه غالبية الشعب السوري. ومنذ العام 2011 نرى أن الشعب السوري يواجه هذا الاعتداء والهجوم الدولي، وذلك من خلال هؤلاء الجهاديين الذين هم يلعبون دورا وسيطا وأيضا عبر إسرائيل، وذلك ظهر في وول ستريت جورنال، الجورنال الذي أظهر بمدى تورط إسرائيل في سوريا وفي جنوب سوريا. فعلينا أن نفهم إلى أي حد وسائل الإعلام في الغرب ليست تتمتع بحرية وليست بصادقة. نعم، تقول برونو في هذا السياق، وهذا في مقال نشر أخيرا لك، كان كافيا الاستناد إلى مصادر موثوق بها واعتماد الحكم النقدي. ما هي المصادر الموثوق بها التي أنت برونو اعتمدت عليها لهذا المقال، ولماذا لم تصدق ما كان يروج له في الإعلام الغربي؟ أنا لا أصدق الروايات التي يطلقها الإعلام الغربي، فثمة أمور تم إثباتها في الوقائع وأثبتت أن الإعلام يكذب. وأعطيكم مثالا، في العام 2012 ثمة ضربة من جبهة النصرة ضد مدينة معلولة في سوريا، وهي منطقة أنا قصدتها وزرتها وأحببتها كثيرا. في الواقع أن صحيفة الموند قد قالت بأن النصرة هي التي حررت القرية، وعلى قنوات أخرى أيضا مثل البي بي سي، علما أنها إنجليزية، ولكن أيضا على المنار مثلا وعلى الميادين في حينها لم تكن موجودة، ولكن كان هناك الكثير من المصادر التي أظهرت بأن ذلك كان عبارة عن اعتداء إرهابي وأن الكثير من الأشخاص قتلوا. ولكن مثلا الإعلام الفرنسي لم يتحدث عن المظاهرات التي ضمت أعداد هائلة في العام 2011 في سوريا، ولكن تبين بأن هذه المظاهرات كانت واضحة على عدد من القنوات العربية. ويكفي بالتالي أن ننوع مصادر المعلومات هذه بحيث نتمكن من الحصول على هذا الحكم النقدي. وأنا لا أقول بأنني أستطيع الحصول على أدوات أكثر من الآخرين، ولكن يمكن أن ألجأ إلى الإنترنت وأن أرى من خلال تواصلي مع عدد من اللبنانيين والسوريين وأنا أعرف ما هو واقع الحال. حبث برونو هنا لو تخبرنا أكثر عن المقاربة الإعلامية الفرنسية لتطور الأحداث أخيرا في سوريا، لا سيما التضليل الإعلامي فيما يتعلق بالتخلي الروسي الإيراني عن الرئيس الأسد. تعلمون بأن وسائل الإعلام الفرنسية لديها انحياز سلبي ضد سوريا، فكل ما يمكن أن يحدث في إيران وإنما أيضا في سوريا، كل ما يمكن أن تأخذه طهران وروسيا سوف يخضع للانتقاد من قبل الفرنسيين، فذلك بسبب بعض من هم مرتهنون لبعض الأموال وأيضا لمن يقدمون الخدمات لإسرائيل.
إسرائيل، وإنما أيضا للأشخاص الآخرين الذين يقدمون من خلال الإعلام الرسمي والذين يعرفون ما هي السياسة الرسمية لفرنسا في المنطقة. فهذا الإعلام لا يمكنه أن يكون موضوعيا، فهو يتأثر بهذه السياسة، فهم يتأثرون بآراء أشخاص يدعون بأنهم خبراء. وأنا أقوم بهذا العمل، ولكن لا أتوقع من أي أن يقيم هذا العمل. أنا أقوم بذلك بطريقة مجانية لأنني أعرف بأن ذلك هو واجبي وأنني قادر على القيام بذلك. هذا هو الفارق. عليكم أن تعودوا دائما من يدفع لي، لا أحد يدفع لي، وبالتالي أنا حر. ولكن لسوء الحظ في فرنسا في وسائل الإعلام الفرنسية ثمة انحياز حتى لجهة من يعطون هؤلاء الأشخاص أوامرهم وكيفية تصوير الأمور. إذا كنتم تعملون في وسيلة إعلامية حرة مستقلة يمكنها أن تعطي صورة موضوعية عن الأمور، ولكن في فرنسا يخضعون لربع عملهم وهو اشتراكيون، وهو يقول لهم ما الذي يريد أن يرى. نعم، سؤال الأخير لك برونو. كتبت هيلاري كلينتون تقول الحث على إسقاط بشار الأسد هو أفضل وسيلة لحماية إسرائيل. اليوم بعد 6 سنوات من الأكاذيب الأقنعة تسقط. واجهت سوريا الغزاة الصهاينة في أعوام 1948 و49 و67 و73 و82 ولم تستسلم. اليوم هل الدولة السورية ترى آخر النفق برأيك؟ لا أظن بأن الدولة السورية تمكنت من المواجهة بفضل دعم شعبها، ولأنه نظام شرعي، ولأن الشعب السوري يريد أن يرى نهاية هذه المأساة. ثمة طريقة واحدة لرؤية نهاية هذه المأساة، وهي إعادة السيادة، وذلك من خلال الجيش السوري وحلفائه. ولا أظن أن ثمة حل آخر. فحتى أعداء سوريا حاليا يعرفون بأن هذا هو الواقع، ويعرفون بأن الدولة السورية سوف تصعد سيادتها. وحتى في اليوم الذي سوف يدرك الأعداء هذا سوف يعرفون بأنهم يرون نهاية هذا النفق. ولكن حتى ذلك لا تزال أمامنا بعض الساعات المظلمة أو الأوقات المظلمة، ولكننا شرفنا على النهاية لهذه المأساة بإذن الله. من سان دانس في فرنسا الخبير في الجيوسياسة والعلاقات الدولية برونو غيغ، شكرا جزيلا لك سيدي على هذه المشاركة القيمة. والشكر الكبير لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. وللمزيد من التواصل بريدنا theinside@almayadeen.net وصفحتنا على الفيسبوك من الداخل، من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين. السلام عليكم ورحمة الله.